تعرف يا غافل، الطيارة لما بتطير وترتفع فوق الشوفير بطفيها. ماي ما كذابك. لك ليش يا عمي ليه؟ يا زلمي ليه ليش بطفيها؟ يا زلمي بوفروا بنزين شو مالك والطيارة بصير تعمل هيك. يا زلمي ابقى خففها لا تشذبي يا زلمي، يجم كبير انت. خلص غافل ما تحكيش معي فاهم؟ امشي امشي. ماي ما كذابو يا ماي ما كذابو. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ليه؟ تفضل. انت اللي تفضل، انا قاعد بالمجمع، شو بدك؟ انت المسؤول عن المجمع؟ تقدر تقول تقريبا بجوز حوالي. انت المسؤول عن المجمع ولا لا؟ اي انا المسؤول عن المجمع، تفضل. تفضلي. هيك بتكوني تبلغتي بشكل قانوني. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شو عليش قيد؟ شوفي بسم الله الرحمن الرحيم. جيجي بسم الله الرحمن الرحيم. تعال جاي تعال جاي. لا حول الله يا ربي. شوفي هالورقة هاي كانت خدرك غافل. ها الله يجبرك. شو سويت فيها؟ والله ما سويت شيء، قرأت بس هاي الورقة. شوف ايه يمه حلو يا لطيف. ابو احمد حبيب بسم الله اسم الله عليك لا حول الله يا ربي. خذ اقرا الورقة هاي. لا لا ما بقى اقرا انت. ايوه حبيب اقراها بغيب بنسخرة. ده شوف شكلك وانت مغيب. غفشين يا غفشين يا الله. يا جماعة ها هدول ليش نايمين مالهم؟ شوفي هسه بقول لك اقريها بلكي الله فحمتي. خل نخلص. لا لا ولا اشي، هذا بس اختار، بدهم يهدوا المجمع. يهدوا المجمع؟ يا لطيف تجي نغيب؟ يلا واحد اثنين ثلاث. جيجي يعني 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 في احتمال يعني انهم يكحشونا من الكافيه؟ معلش يا ابو فؤاد شو بدنا نعمل يعني؟ كلنا بالهوا سوا وانتم جزء من المجمع. وهالمصاري اللي حطيناها في استثمار هالكافيه يعني تروح علينا يحلقونا يعني على الفاضي كله؟ يا زلمه انت شو قاعد بتسوي؟ يا زلمه تصرف لقي لك حل. حاضر حاضر ام ابو فؤاد، عيني هسه بعمل بحث عن الموضوع. اخ والله ماني عارف انا استثماراتي وين بدها تروح، والله ماني عارف شو بدي اساوي. استثماراتك؟ استثمارات شو؟ وشو عيلتك انت؟ والله انك صادق ابو احمد، انا صايد شو وراي، والله ماني عارف عليش زعلان انا اصلا. غافل؟ لا لازم تزعل، لانه الوضع برا كثير صعب ومستحيل تلاقي شغل بهيك وضع. معناته لازم نلاقي محامي يدافع عنا. ليلى وين؟ اتصلت فيها، عندها شغل. الله اكبر، صارت مدبرة شغل؟ يا جماعة، حسب ما اللي فهمته من البحث واستنتجته واللي فهمته من القصة ومن السيد زيزي فهمنا خلصنا. شو فهمت ورجينا. في أمل بس كثير بسيط، في لجنة حتيجي تكشف على المجمع كله وشو بتكتب تقرير نفهم شو القصة والوضع. طب كويس كويس، كل واحد فيكو عيدوا على بريزة. شو بريزة ما بريزة؟ يعني عشرة عشرة خطرة مش هنرشيهم. شو؟ نرشيهم؟ إيه؟ لا يا أبو أحمد، أنا على كبر بعد هالعمر والسمعة الطيبة أرشيهم؟ أنا ضد الرشوة وهذا مرفوض، لكن إحنا يعني ممكن نستفسر ونعرف مين هم اللجنة ونشوف إن واسطة يزبطوهم. لا هيك تمام تمام. أتشو يرحمكم الله. أثابنا وأثابكم الله، يعطيكم العافية. الله يعافيك. مين مسؤول على المجمع هون؟ أنا. تمام ستي، نحن لجنة التفتيش. راحت عليك يا غافل عن المجمع. يبدو الأمور فرطة، صعب تصلحها. يا جماعة إحنا جاهزين للتفتيش، حضراتكم جاهزين؟ إحنا أنت جاهزة؟ جاهزين. أبو أحمد. نعم. أنت جاهز؟ أنت بالأول جاهز؟ يا عمي أنت يا زلمة سألتك أنت جاهز ولا مجاهز؟ جاهز. عم غافل بصفتك أنت مدير السيكوريتي في المجمع جاهز؟ أكلنا هوا فرطت. على فكرة أنا متبعة كتير منيح مع اللجنة، مدام طلعوا تقرير بأنه في تصليحات لازم تصير معنات الأمور ماشي مثل ما بدنا وزيادة. أستاذ رجدي تمام يا ليلى. بس أستاذ رجدي ما حدا يعني يعرف. عارف عارف أنه ما حدا يعرف أنك بتساعديني، ما عليكي. تمام تمام thank you. غافل؟ ليلى أعطيني فرصة أشرح لك، بس أنا ما بدي تفهمني مثل ما بدك. شوف هذا الأستاذ رشدي هو موكل عادي عندي، يعني رجل أعمال، وتقريباً 70% من شغلي كله لشركاته. ما لقيته غير فتح معي موضوع المجمع بالصدفة، وأنا رفضت، والله رفضت أني أمشي معه بالموضوع، لكن هو أصر وصار يبتزني ويهدد فيي، لهيك اضطريت أني أنا أمشي
وصار المجمع اصلا خطر يعني. بس بين بينك مليح اللي لقيت الشغل، ايش قال لي ابو احمد؟ يعني انت اصلا المجمع راح يروح راح ينهد يعني. ها؟ انت مش زعلان مني عشان موضوع الشكوى واني بتعامل مع استاذ رشدي الاغا؟ شو؟ ما تتعامل معاه؟ ها 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 غافل مالك؟ شو 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 في مالك غافل؟ شو هذا بيفهم؟ حد بيعرف يحكي معه يتفاهم معه قاعد بلغته؟ انا بفهم. شو لازم نعطيه صدمه جسديه؟ جسديه غافل رفع السولار. عمي ليه ضربته؟ انا قصدي يعني نزلت عليه مي. نفس النتيجة، بس انت بتحب تتفلسف. انا والله ما كان قصدي انه يصير هيك، بس صدقوني المجمع حالته كتير سيئة، لازم تفهم هذا الموضوع وخطر عليكم كلكم. شوفي يا ليلى، الثقة زي الكاسة، اذا انكسرت بينكسر كل شيء، وانت كسرت الكاسة. عجبتني الحكمة، بس بدك تدفع حق الكاسة. عميه، قبل ما اي واحد يتحرك من هون كل واحد بدفع طلبه. الله اكبر، احنا بيش وانت بيش؟ يزم الدنيا رايحه والناس كلها رايحه والمجمع رايح، وبعدك بتطالب بالحساب؟ لماذا بتحاسبوا هذا؟ ما هو عشان هيك لازم تدفعوا طلباتكم. انا وين اقعد اطارد وراكم؟ حاسبوا يا عماد، لكن الاجتماع الجاي بتدعوني كل سكان المجمع، الغايب والحاضر بتجيبوهم كلهم، لكن الاجتماع بيكون عندي بالكافي شوب تبعي. ماشي، بندفع يا ابو احمد، بندفع. فضحتنا. 200 ما توقعت، في تشرخات على الحيطان، هاي مصيبه. هاي لوحه فنيه فسيفساء، يعني فيها خطوط متداخله ببعضها البعض. يا عمي طبعا هاي خطوط متداخله جزء من المبنى وتراثه وتاريخه، يجب ان نحافظ عليها لنحافظ على تاريخ هذا المبنى. يا عمي لو سمحت، وين تولدت؟ هي دغري. بهر اتصور ان الوضع كثير سيء. تفهمان غلط عمي، هذا جزء من التدريبات العسكريه الامنيه اللي بيجهزها مدير عامل الحراسه في المبنى، غير الطابور الصباحي. اتفضل يا عمي. أتصور الوضع كتير سيء، مو مثل ما توقعنا للأسف. الحيطان فيها تشرخات وفيها كتير صدى. بالعكس أستاذ، هاي صفة إيجابية في المبنى وليست سلبية، لأنه هاي التشرخات والتشققات هي جزء من تراث المبنى ورونقه. طبعاً يعني هو قصده يحكي لك إنه عشان يحافظ على هوية المجمع. والخزوق بالحيطان المشكلة، عدة خزوق. هاي الخزوق بالذات تهوي للمجمع. لأن المجمع لأن ما كان فيه خزوق بصير زي طبقة الأوزون، بتكثر الغازات ممكن يفقع. قصده إنها يعني بتدخل هواء صحي على المجمع، عشان إحنا بهمنا يعني إنه يكون في عنا هواء صحي. إيش هاد؟ فقعت المي بوجهي وأنا بشيك على الحمام. يا عمي هذا شاور صوته هيك. تفضل ستي التقرير. ول كل هاي غرامات؟ الباشا مش رح يدفع هاي المبالغ كلها عشان يصلح المجمع. معناته المجمع بينهدم بقرار حكومي. شو؟ ينهدم المجمع؟ بالله؟ بالله يا عمي. انت من هلأ كبير الحراس. أبوستروف إيش؟ أي في حراس غيري. أنت قدها، حط براسك أنك أنت تستطيع. أنت أسد يا غافل. أنا مو أسد، أنا بس يا دوب بيطلعني. أنا ماما وبابا الله يرحمهم. خذ رقم غافل. ماشي حبيبي. الله يسعدك حبيبي. هذا أبو أحمد النصاب المحتال السرسري قراط الحكاك. غافل تعطيك هاي الوردة.
الدنيا طلعت نزلت راحت عالفاضي، انسى الهموم وجرب تضحك عالماضي، تعلم من كيسك اوعى تنسى خميسك يا رجل، احكمني حاول تضحك جرب. لو طال العمر غافل قاعد فايق هون، سكيورتي معك عدو مسيطر انا قد الكون، تعالي تفضل ارحل بس عندي لا تقرب، احكي منيح وحاول تسلم تضحك جاي.